السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا، اسمحوا لي قبل لا نبداو في الموضوع تاعنا، ماذا بكم عندنا ابليكاسيون شوفوها معنا ومن نعاودوا نولوا نتكلموا على الموضوع تاعنا. ابليكاسيون ماذا بكم ابونوا معنا وتشوفوا فيها باش تشوفوا دائما تشوفوا لي مال مباريات، يعني الحصريه مباريات مباشره وفي بدون انقطاع بجوده كبيره وكلش، ما كاش مشكل بالاخبار يعني، والاخبار كذلك وين تشوفوا فانيك الاخبار يعني. هذه هي الابليكاسيون تاعنا جديده، ماذا بكم يعني تكونوا معنا باش تشوفوا يعني كل مباريات المباريات الاوروبيه وخاصه في تاع كاس افريقيا. القناة تاعنا وين تدعمونا وتدعموا قناتنا يعني فضل يعني وليس امر من وين بتحميل تطبيقنا لمشاهدة المباريات بدون انقطاع وبجودة عالية ولا يحتاج لانترنت سريع. ما يحتاج الانترنت تكون كبيرة كلش لتشغيلها، ولا ما تنساوش يعني بدون ما تنساو بتقييمكم التطبيق على الجوجل بلاي يعني، وترك رسالة محفزة يعني باش نقعدوا في المواصلة يعني، خاصة بالمباريات كل مباريات بدون انقطاع وبجودة عالية جدا يعني. ما تندموش على المباراة كي تفرج مباراة مكاش انقطاع يعني، جودة كبيرة. حنا نعاودو نولو نتكلمو على الموضوع تاعنا، موضوع هو يعني على البطولة تاع روشان السعودي، وين شاهدنا المدافع وين شاهد المدافع الهلال وين يكشف سبب صعوبة الفوز على فيحاء، وين أكد المدافع نادي الهلال السنغالي كوليبالي أن التكتل الدفاعي كان سبب الرئيسي في تأخر فوز فريقه على فيحاء بهدفين دون رد، متمنيا عودة الأزرق العاصمة بنفس المستوى الحالي بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة والتي تستمر أكثر من شهر ونصف بسبب إقامة بطولتين كأس آسيا وكأس إفريقيا. يعني البطولة حتى في السعودية وغادي تحبس بسبب لا كان يحبسوا كان يحبسوا أشياء. وكان الهلال قد حقق فوز صعب على مضيفه فيحاء يعني بهدفين دون رد في مباراة التي احتضنها الملعب الأمير فيصل بن فهد أمسية الجمعة 29 ديسمبر ضمن الجولة 19 من مسابقة دوري روشان السعودي. وبعد يعني النهاية اللقاء قال يعني كوليبالي في تصريحاته عبر قناة يعني القناة السعودية، التكتل الدفاعي للفريق فيحاء جعل المباراة صعبة وعلينا ونأمل أن نعود بنفس الرتم بعد انتهاء فترة التوقف يعني مضيف. الأمر الأهم هو الانتصار لإرضاء الجماهير التي تساندنا دائما يعني، وجاء الفوز الزعيم على منافسه في الوقت المتأخر بعد أن أحرز المدافع علي هدف الأسبقية في الدقيقة 84، فيما أضاف السربي إسكندر هدف الثاني في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء ليحقق الهلال 3 نقاط ثمينة للغاية. الهلال يغرد في الصدارة الدوري روشان السعودي وحده، ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدر جدول الترتيب الدور روشان السعودي بفرق 10 نقاط عن النصر الذي يلعب مع التعاون مساء السبت يعني اليوم 30 ديسمبر لحساب الجولة 19 من المسابقة، فيما تجمد رصيد فيحاء يعني عند 19 نقطة في المركز 18. ويعتبر هذا الفوز هو الانتصار رقم 12 على التوالي للهلال في الدور روشان السعودي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات للنادي العاصمي يعني عبر يعني نقولوا باللي عبر التاريخي في الدور السعودي الممتاز منذ بدايته عام 1977، وكانت سلسلة الأطول له في موسم 1984-1985 ب 14 فوز على التوالي. نقولوا باللي هذه هي ويش عندنا حتى وين صحيفة إسبانية يعني وين تكلمت على هذا الفوز يعني، وين يحظى بإشادة إسبانية
يعني وين صحيفه الاس اللي تكلمت يعني باسهاب على نادي الهلال السعودي، وين اشادت صحيفه الاس الاسبانيه بمستويات المميزه والتي يقدمها نادي الهلال السعودي خلال الموسم الحالي، يعني موضحه ان الزعيم استطاع تحقيق انتصار في كل مبارياته عبر كل المسابقات رغم اصابه نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط السلبي للركبه مما جعله سيغيب عن الملاعب حتى نهايه هذا الموسم. يعني حتى النادي وين بما اولى الهلال فوق الجميع، يعني وين ضربوه بغرامه كبيره على بالك. وفي تقرير مطول لها ذكرت صعيبه الواسعه الانتشار بدون نيمار الهلال لا يعرف الا لغه الانتصارات ويتصدر البطوله الدور السعودي عن اقرب ملاحقيه منذ اصابه اللاعب البرازيلي وفوز بكل شيء والفريق هو المسيطر على المسابقه. حتى وين شوف يعني اللاعبين اللي عنده يعني المكونات اللي عنده وين الهلال وين السنة يدي كأس آسيا يعني الأندية يديها هو. وأصحت الأس أن وين وضحت الأس أن الهلال يسير بخطى واثقة على الرغم من إصابة نيمار في أكتوبر الماضي خلال مباراة لعبها مع منتخب بلاده، وعلما بأن النجم برشلونة السابق لم يشارك مع الأزرق العاصمة إلا في 5 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلين وسجل هدف وصنع هدفين. وأضاف الأمر لافت للنظر هو ما حدث منذ إصابة النجم البرازيلي، انتهت مباراة 15 والتي خضع الهلال منذ إصابة نيمار ب 15 انتصار عبر كل المسابقات. وأظهر الأجانب آخرون تألقهم يعني في مع الهلال، يعني كاين 4 ولا 5. وزيد فانيك وتطرقت صعيبة إلى المدرب الهلال، يعني المدرب اللي عنده نظرة أخرى يعني الهلال البرتغالي خيسوس، وأكدت أنه استطاع استغلال كل النجوم المميزة في تشكيلة الفريق وقاد النادي للصدارة الدور روشان السعودي كما وصل إلى النصف النهائي كأس الملك السعودي والتأهل للثمن النهائي دور أبطال آسيا، ما يعني أن بإمكانه تحقيق ثلاثية تاريخية وكل ذلك بدون نجمه الأكبر نيمار. الهلال حقق رقم يعني تاريخي خلال الموسم الحالي، وخلال الموسم الحالي حقق الهلال 12 انتصار متتالي في الدور روشان السعودي ليتجاوز النادي العاصمي الأطول سلسلة انتصارات له بتاريخ المسابقة الدور السعودي للمحترفين، يعني 10 انتصارات على التوالي والتي حققها يعني في مسابقة 3 مرات يعني 2012 2018 و2022. لكن الهلال وين عنده رقم يعني في 1984 1985 ولحد 14 مباراة، ويعتلي الزعيم قمة لائحة الترتيب في الدور يعني في بطولة دور روشان السعودي برصيد 50 نقطة بفرق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 19 جولة يعني 53 نقطة عبر 53 نقطة، يعني والنصر يلعب السبت يعني في 19 جولة من عمر المسابقة. هذه هي وين الناس يتخدم خويا، استخدم يعني نادي وين يخدم نادي وين عنده يعني قلعوا بنقاط باش يحقوا نقاط. هذه هي أسوين تخدم كل واحد وكيفاش. هذه هي كرة القدم خويا، تخدم توصل، تخدم كاش قال يشدك، كي تخدم كاش قال يشدك، والله العظيم كون في راسك مكاش يشدك خويا. هذه هي كرة القدم، هذه قلها خدمة.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.